جيبها بس يمين شوية وطلع الفوند فوق سنة. طيب ماشي ماشي خلاص. تمام. بقول لك ايه، نروح ناكل حواوشي تيجي معانا؟ اول مرة هجربه، كريم بيقول عليه تحفة. راجل عالمي. شكرا، ما بقتش بحبه خالص. عم اشرف الحواوشي بقيت بكرهه. ليه؟ ما طول عمرنا بناكله. طيب ماشي، اللي رايحك. تعالى يا حسام. ايه؟ تعالى اسالك على حاجه. تعالى. نعم. تمام اللي بيحصل ده؟ عم اشرف ده بيعمل حواوشي تحفه. اتفضل يا حسام. طب انا اسف يعني. اتفضل. ماله الحواوشي؟ ما كل الناس بتاكل حواوشي عادي. ماشي كريم ماشي، والله العظيم لو اوريك. والله هتفضلي لو يا بوزك كتير. ما تسوق انت ساكت. طب ولما نزلك هنا هتفرحي؟ طب نزلني نزلني نزلني. اي استفزاز. هو مفيش غيرك اللي مستفز يا كريم. وبعدين مالك يا حبيبي؟ مش طايق لي كلمه كده ليه ان شاء الله؟ متضايق قوي انك وصلتني. ها معلش معلش، انا عارفه انك كنت عايز توصل الامورات الثانيه بس ضيعت عليك الفرصه. انت سبت العربيه وخليتيني اوصلك عشان تضيع على الفرصه. لا يا حبيبي، انا قايله لك ان انا مصدعه ومش قادره اسوق. لا لو على الصداع والله الف سلامه. بعدين انا مش فاهمه في ايه. كريم تعالى وديني، كريم تعالى جيبني. هي مش معاها عربيه يعني ولا ايه؟ ما انت معاك عربيه وركبه جنبي اهو. قارني بدي؟ لا مش بقارنك بحد، بس انا يعني زميله بساعدها. ايه المشكله؟ لازم اساعدها ونقف جنب بعض. تشتغل معايا على فكره. بعدين احمد ربنا انا ما رضيتش اخدها معانا في طريقنا. خفت عليها بصراحه، خفت تركب معاك عربيه واحده. ليه بقى ان شاء الله؟ ليه بجد بقى؟ احكلها؟ احكلها. لا 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 لا، مين دي اصلا؟ مين دي اساسا اللي انا عماله بقى بشغل بالي بيها؟ كريم بقول لك ايه، ما تكلمنيش لحد وانا وصلت بجد. لا لا اوكي اوكي. قرف ده. زميلتي. الصداع الصداع يا فرت الدماغ مش قادر. البرود ده. نادية 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 استني يا نادية، سمعتك نازلة قلت الحقك، ما بترديش على تليفونك ليه؟ أنا ما خدتش بالي، كنت بعمل رز بلبن ومنزلة طبق لزوزو وهبقى أبعت لك طبق. هتتقابل إمتى؟ أنت وحشاني أوي. نادية اسمعيني اسمعيني. هتشوفي إيه بس واحدة بنعمل إيه؟ إهدي إهدي، عايز بس أقول لك حاجة، استنيني بس بالراحة. مش هقدر ماليش ماليش. من امتى انت بتقولي كلام البنات ده؟ كلام البنات؟ يعني ايه يعني كلام البنات؟ ينفع حد يشوفنا؟ عجل يعني انت يعني يا كريم مش شايفني بنت؟ ها؟ عايز تضرب في الشارع يعني؟ انت مش شايفني بنت؟ حاجه شبه كده يعني، مش بالظبط. حلو قوي حلو قوي يا كريم. يا نون انت واقفه كده ليه؟ يعني ايه واقفه كده ليه؟ بتحصل الكهرباء مثلا؟ ما انت شايفها ماسكه طبق وداخله لماما. انا عايز اعرف دلوقتي انا بتكلم مع امي، انت حد وجه لي الكلام؟ هو انت اصلا تقدر توجه لي الكلام؟ ها؟ 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 ماشي.